بنتكلم عن الجيل الذهبي للمنصوره كان الاهلي كان جيل ذهبي. لا 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 اذا حبيت اذا حبيت اتكلم على النجوم اللي كانوا في الانديه انا اخشى ان انا كنت نسيت حد بخشى فممكن يبقى في عتاب عليا. نجوم صعب مش هبدأ بأهلي وزمالك لأن مصر كلها عارفة أهلي وزمالك على رأسهم محمود الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده وعلى ومصطفى يونس وماهر همام وإكرام وثابت وزيزو وعبد الزعب شافي. ده جاب فيها جون هنا باك ورد أنا مش ناسيه لغاية دلوقتي هنا؟ هنا هو في الجون ده. طب ما تيجي كده نتمشى بقى. كابتن سطوحي من مواليد منطقة الجزاء. لا المرمى منطقة الجزاء. منطقة الجزاء. تعالى بقى نقف. كانوا بيقولوا عليها ثلاث خشبات زمان. ثلاث خشبات وبعدين المرمى. ثلاث خشبات نقف ونفتكر بقى الجيل ده. بس انا اخشى انك انت لو وقفت بين الثلاث خشبات تيجي تقول انا عايز اتمرن حارس مرمى. فهو الكابتن عبد الزعب شافي جاب جون هنا اترفع من هنا من احمد عبد الباقي من جه. كان احمد عبد الباقي بيلعب وينج رايت مش باك رايت. كان بيطلع يلعب وينج رايت يطلع بيكمل فرفع اوفر عبد الزعب شافي كان مديني ظهره. انا اعتقدت جدلا كفكري برضو كنت برضو هيوقف لسه وكده هيوقف وهيلف لسه هو طرف اللي هو عم ضربها فقامت داخله في البعيده اللي هي على يميني. فانا بكلم سعد الصيد بقول له ايه ده قال انا عارف. أنا لا فعلا جون عالمي عالمي وهو عنده الصورة لأنه كذا مرة وإحنا بنتكلم إحنا على تواصل على فكرة مع الجيل بتاعنا من أول الكابتن خطيب لغاية الجيل اللي موجود محمد حشيش والمجموعة دي ومصطفى عبده ومصطفى يونس وماهر همام والله يرحمه صفت كنت على اتصال بيه دائما الله رحمة الله عليه. طب مين كان في الإسماعيلي؟ أنت قلت الجيل على أبو جريشة ده عظيم ده سيد بازوكا لا 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 وأسامة خليل وميمي درويش حسن درويش حسن مختار ابو ليلى محمود حافظ انت فاهم مجموعه كانت من اللعيبه ابو امين هندي مجموعه كبيره انا بخاف ان انا انسى اتحاد سكندر عندك بوبو والجارم ورزق نصار وكابتن شحته الاسكندراني ومين تاني في الاتحاد ده كتير جدا وعرابي عرابي حارس مرمى الاتحاد طبعا كان قصه وحكايه حسن عالي والشاذل ومصطفى رياض كان وقتها ما شاء الله يعني بنقول للمنصوره نقول للكابتن سطوحي لما نقول الاهلي كرامي وثابت البطل الاتحاد عرابي الاسماعيلي حسن مختار حسن علي ترسانة. يعني اسماء كبيره جدا طبعا حراس انا كنت ببقى معاهم في المعسكرات بحس ان ده شيء طيب ان انا بكتسب منهم خبره وفي نفس الوقت انا مع جيل عمل تاريخ قبل ما انا العب في الدوري الممتاز يعني كانوا سبقوني سواء اكرام والناس دي لان لعبوا في افريقيا ولعبوا الحاجات دي فعندهم ذخيره من الخبره. احنا هنا واقفين في منطقه الجزاء بقى انت بتفكرنا بالماضي القديم الكابتن ايه كابتن سطوحي مواليد منطقه الجزاء وكان هي حياته كلها في المنطقه دي. مين المهاجم اللي كنت بتعمل له الف حساب وانت واقف تحت الثلاث خشبات؟ انا حتى لا اكون مجامل انا كنت بخاف جدا من عبد الزعب شافي محمود الخطيب حسن شحاته فاروق جعفر كان بيلتحم معايا وله صور معايا كتير واحنا في الهواء انا طاير امسك الكوره وهو بيبقى ملتحم لانه كان الجامب بتاعه عالي فبيعوضه الطول كان كنت بخاف ان هو يطلع معايا في الاوفرات وبالرغم من ذلك كان بيجيب جوان برضه وزاد في استاد القاهره. كابتن علي ابو جريشه علي ابو جريشه ده وشحته حكايه وضربات الراس وشحته كمان. وشحته في ضربات الجزاء بيحط ضربه والسياجي الله يرحمه وعمر عبد الله لا 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 انا كنت بلاقي أنا, انا 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 وانت واقف احيانا بتسمع صوت الريح انا واحنا بنلعب المحله كنت تسمع صوت ريح عمر عبد الله وعبد الرحيم خليل وهم وينجين واحد ليفت وواحد رايت تسمع صوت الريح وهم بيجروا من السرعه وعماشه ايه ده وشحته لا 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 ده مجموعه انا ما بحب اقعد وبفتكر بقول احنا فين احنا فين من الاجيال اللي كانت بتلعب الكوره للكوره حبا في الكوره الشراب عملت المواهب